السلام عليكم أصدقائي، فيديو جديد وموضوع جديد. قبل قليل اكتشفنا زلزال خاص في المغرب، مراكش، أكادير، سلا، دار البيضاء، الرباط، قنيطرة، مكناس. بعد المدن في المغرب هاجم عليهم خاص الزلزال، خصوصا اقوى الزلزال اللي ضرب المنطقه ديال مراكش، مدينه مراكش واكادير والنواحي ديال مراكش واقليم مراكش. اذا اش غادي نقول لكم؟ الله يحفظ السلامه. اذا ولا حد كان كيتخيل بانه غادي يجي هذا الزلزال بهذه الطريقه. اذا اكتشفنا 2023 خصوصا ربما شهر 12 اكتشفنا هزه ارضيه خاص قويه خاص في مدينه اكادير. حاليا ليله الجمعه مع 11 الليل هاجم الزلزال خاص على المغرب. اكادير كارثه اللي وقعت. مراكش هدموا بعض المنازل وبعض السيارات وبعض الخسائر. ونتمنى هادي ميساج وهادي رسالة، حذاري توما حذاري. راه شفتو شنو وقع في المغرب، راه شفتو الزلزال اللي ضرب، أقوى زلزال. إذا منذ 1961 الزلزال اللي ضرب مدينة أكادير، أكادير وفلا كما كنقولو، حاليا تكرر السيناريو خاص في مراكش. حذاري توما حذاري. إذا الوقت وصلت. بعد الناس يقولوا واش علامة الساعة، واش نهاية العالم، كلشي ممكن. إذن إلا شفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أشنو قال لنا، نهاية العالم هو كثرة الزلازل. إذن كثرة الزلازل راه شفناهم، شفنا شنو وقع في تركيا، شفنا شنو وقع في سوريا، شفنا شنو وقع خاص في المغرب حاليا هاد الليلة، راه كارثة اللي وقعت. شفتو شنو وقع في مراكش؟ تخيلوا شنو وقع في مراكش، هدموا المنازل، كارثة اللي وقعت. طوموبيلات الروينة، الناس خايفين، خروج بزاف ديال الناس من المنازل ديالهم. واش هاد الهزة الأرضية غادي تعاود؟ كلشي ممكن، يقدر تجي هزة أرضية من جديد، مع 8، مع 9، مع 6، مع 4، كلشي ممكن. حاليا بعض الناس غادي يقولوا لي فين كنت واجد؟ أبي زاد أنت، أنا كنت واجد خاص في طنجة، الحمد لله ربي نجاني من هذا الزلزال. بعض الناس غادي يقولوا لي كيفاش انت سافرتي من اكادير الى الرباط ومن بعد نقلتي لطنجه والزلزال ما كاينش لا هزه ارضيه في طنجه لا حتى شي حاجه. باش نشرح لكم قبل ما نجي نسافر خاص الى الرباط الى طنجه، حلمت واحد الحلمه، كنت نعست في الليل، حلمت واحد الحلمه، اكتشفت واحد المكان ما نقدرش نفسر لكم، منظر خيالي اكتشفتو، غير شفتو صافي، شفت داكشي تقريبا 3 ثانية تقريبا ولا 4 ثانية اكتشفت واحد الحلم. من الصباح فقط بديت كنفكر، قلت صافي كيبان ليا نسافر من اكادير، بحال شي حد قال لي خصك تخوي اكادير، راه الزلزال غادي يجي ولا هزة أرضية ولا شي حاجة. سبحان الله بديت كنفكر علاش غادي نسافر إلى هاد المنطقة ديال طنجة. إذا سافرت من اكادير الى الرباط، فت فيها يومين نفس الطريقه، حلمت واحد الحلمه خصني نخرج من الرباط نجي لطنجه. انتما كتشوفوا جيت لطنجه، الحمد لله نجاني الله سبحانه وتعالى من هذا الزلزال اللي ضرب المنطقه ديال اكادير والرباط، سلا، مكناس، قنيطره. اذا حاليا كتوجه في طنجه، الحمد لله والشكر لله. باش تعرفوا بانه انا مؤمن الحمد لله ودائما يحبني الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت المسلمين دائما ربي كينجيهم. شفتوا اشنو وقع خاص في تاريخ البشريه؟ دائما اهل قريش، الكفار، هادوك اللي كيعبدوا الاصنام، شوفوا شنو كيصيفط لهم الله، كيصيفط لهم الزلازل، كيصيفط لهم عاصفه رعديه، كيصيفط لهم العذاب باش يرجعوا الى الطريق المستقيمه. هذه نصيحه بسبيل الله، واجب الرجوع الى التوبه، وصليوا، عبدوا الله، كثروا في القران، كثروا في الصدقة باش ينجيكم الله من الزلازل ومن هزة أرضية. إذا الحياة هكا اللي دايرة، وفي نفس الوقت بعض المسلمين مشاو عند الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد، ومن بعد قالوا لي بغينا نسولك
تكتشف لنا نهايه العالم. قال لهم واخا، قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم واخا، بدا كيهضر الاول قال لي كيفاش غادي تكون نهايه العالم وامتى غادي تنتهي الحياه خاص في هذا الكون، وبدا كيكتشف لهم. قال لهم اول علامه الساعه الكبرى هي كثره الزلازل خاص في هذا الكون، كثره الزلازل، من بعد خروج ياجوج وماجوج، نزول ابنو مريم عيسى، ثاني حاجه خروج المسيح الدجال، خروج الدبة، خروج بوجلابة مهدي منتظر كما سموه، مهدي منتظر بالعود ديالو بوجلابة، غادي يخرج، غادي توقع كارثة في هذا الكون، طلوع الشمس من مغربها. إذا آخر الزمان اقتربت الساعة، إذا هاد الساعة كما كتشوفوها راه ما كدورش يا أيمن، يقدر هاد الساعة دابا كدور كدور كتسالي لها الحجر كتوقف بحال هكا كديري الدنيا. إذن هاد الدنيا وهاد الكرة الأرضية عندها الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو اللي متحكم في الكرة الأرضية وكيسير هذا الكون. ما تخافوش، ولكن على حسب التجربة ديالي والخبرة ديالي، إذن هز الأرضية شفتوا الكرة الأرضية ما بقاتش كيما كانت، الزلازل، الحرب، الفيروسات، ولات هاد الكرة الأرضية ما بقاتش الحياة سهلة، ولا الخوف ولا بزاف ديال الحوايج. وفي نفس الوقت ما تخافوا حتى شي حاجة، الله سبحانه وتعالى خلقكم، والله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى عمره ما يخاف، عمره يخاف حتى شي حاجه. سبحان الله، كما كتشوفوا انا حاليا كنت في اكادير، لو كان كنت في اكادير دازت الزلزال غادي نتخلع بزاف، غادي يكون الخوف. سبحان الله، ربي ما خيبنيش، سيدي ربي نقلي من اكادير الى الرباط، الرباط يوبي اللي فت فيها، نقلي عاود تخفل لطنجة، وفي نفس الوقت طنجة ما فيها والو الحمد لله والشكر لله. وفي نفس الوقت كما قلنا هز أرضية وهز زلازل صعب جدا، اقوى زلزال هو ديال مراكش، اذا الكارثة اللي وقعت في مراكش واكادير. اذا ما هو الحل؟ ما كاينش الحل الا طلبوا الله يا ربي تنجينا من الزلزال، يا ربي تنجينا من هزة أرضية. إذا الزلزال اللي ضرب مراكش خاص ليلة الجمعة 11، سبب بعض الخسائر، وفي نفس الوقت إقليم الحوس حتى هو تنغير بعض المناطق كامل فيهم الزلزال، وفاس مراكش، عفوا فاس ومكناس وقنيطرة والرباط العاصمة ديال المغرب كاين هزة أرضية، ولكن الزلزال اللي قوي هو ديال مراكش وأكادير. إذا بعض الناس في أكادير هزة أرضية قوية بزاف. إذا نتمنى إن شاء الله يكون خير، ونتمنى الحذاري ثم حذاري، وهذه فرصة باش ترجعوا للطريق المستقيمة. إذا لو كان تخيلوا دابا خدم عقلكم، مراكش عاصمة ديال السياحة، السياح كلهم يجوا لمراكش يتسالوا تما، أكادير كذلك عزيز عند السياح. إذا ربما كاين شوية ماشي تلهي، ربما وصفت لهم الله هاد الزلزال باش يرجعوا للطريق المستقيمة. إذا هذه فرصة، توبوا قبل ما تطلع الشمس من مغربها، باش نكون واضحين، إلا ما كفاكم هاد الزلزال راه يقدر إلا ما رجعتوا للطريق المستقيمة راه الله سبحانه وتعالى غادي يعاود يهز الأرضية من جديد. حذاري توبوا حذاري، الله سبحانه وتعالى راه كيعلمك، علمك فقط. إلا جاء الله استمرتي في المناكي يعاود لك عاود ثاني هز أرضية أخرى، باش نوضح لكم، حذاري توما حذاري، ردوا بالكم. شنو هو الحل؟ هو إلا حسيتوا براسكم بأنه هز أرضية، خرجوا، خرجوا للشوارع، خرجوا من المنازل إلا حسيتوا بهز أرضية. ونتمنى إن شاء الله يكون خير، ونتمنى يدير الله شي تيوب ديال الخير وكلشي ديال الله. إذا الله سبحانه وتعالى هو اللي خلقكم، الله سبحانه وتعالى هو اللي جابكم من هذه الكره الارضيه. اذا نتوما ديال الله سبحانه وتعالى، والزلزال ديال من؟ ديال الله سبحانه وتعالى. اذا كلشي ديال الله، اللي جات من عند الله مرحبا بها. السلام عليكم.